أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي مناهج نيو هالو، معاكم مستر مات فوزي، والنهاردة ميعادنا مع الريفيجن السكند ترم الترم الثاني مع بعضينا. واللي في الفيديو معانا اللي معانا ده هنقدر نجمع كل الكلمات المهمة الموجودة على اليونت يونت يونت. طبعا احنا يعني انا قسمت المنهج لثلاث فيديوهات. الفيديو الاول هنراجع فيه كل الكلمات المهمة الموجودة ونحل الاكسرسايزز الموجودة مع بعضينا، وبعد كده في الفيديو الثاني هنشرح الجرامر ونحل كل الاسئلة الموجودة برضو معانا على الجرامر، وفي الفيديو الثالث هنحل الامتحانات بتاعي المحافظات. يعني كده باختصار طبعا اي حد طبعا ما قدرش يلم المنهج في طوال طبعا الترم كله هيقدر يلمه في الثلاث فيديوهات ان شاء الله اللي هنقدر نعملها ايه مع بعض. طبعا منهج نيو هالو اللي هو المنهج طبعا المستوى ايه الحكومي، هنبدأ مع بعضنا كده ايه في السكند ترم ان احنا نعمل ايه كده، ان احنا نبدأ بمراجعة يونت يونت. يعني احنا طبعا اول حاجة هنبدأ بيها هي اللي هي ايه الفوكابلري اللي هي الكلمات المهمة الموجودة على ايه على ايه اليونتات. فطبعا اول حاجة معنا طبعا هي ايه مراجعة يونت 7. يونت 7 الامبورتنت فوكابلري، اول حاجة طبعا هيدفون. هيدفون يعني سماعات الاذن. انفنشن يعني اختراع. اب يعني تطبيق على الهاتف المحمول او الكمبيوتر. موتور بايك دراجة بخارية. هليكوبتر طائرة مروحية. بعد كده طبعا هنا ادكتد، خد بالك من كلمة ادكتد هنا يعني مدمن ليه، مش ممكن يكون يعني مش شرط ان هو يكون مدمن للمخدرات، يعني ممكن يكون ادكتد تو كوفي يعني هو ايه بيحب يشرب القهوة كتير. هوربل يعني رهيب او شنيع. هيدك يعني صداع. طيب دينجرز يعني مخاطر. طب سكرين شاشة. هيرينج اللي هو حاسة السمع. سولار بانلز الواح طاقة شمسية. ترانسليت يترجم. سبيد يعني سرعة. دليفري يعني خدمة توصيل للمنازل. طب بيزنسز يعني مشاريع واعمال تجارية. سوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. ليفر هنا يعني رافعة او مقبض او زراعة تشغيل. اكسبلور يستكشف. طب ديبيت هنا مناظرة او جدال. هيلث يعني صحة. اوردر يعني يأمر او يطلب. نيجي بعد كده نحل طيب الاكسرسايز اللي معانا على الكلمات اللي قريناها. في question number one بيقول are things that you wear over your ears، يعني حاجة انت بتلبسها على ودانك to listen to music عشان تستمع للموسيقى. انا معايا طبعا موبيل فونز، انا مش معقول هلبس التليفون. طب هيدفونز هي الهيدفونز. والابس التطبيقات. والبيزنسز يعني اعمال، يبقى الاجابه هنا ايه هيدفونز. نيجي بقى لكويستشن نمبر 2 بيقول له كان يوز باسج انتو عربيك، يعني تقدر تترجم القطعه دي هي للغه العربيه. طبعا معروفه احنا طبعا هناخد ايه هنا translate. translate يعني ترجم، لكن هنا transform يحول. transmit ينقل. transport اللي هو ينقل. في نمبر 3 هنا بيقول has two wheels and an engine، يعني فيها عجلتين وفيها موتور. طب هو البايك العجلة فيها موتور؟ لا. طب التاكسي؟ لا. موتور بايك اللي هي ايه دراجة نارية اللي هو الموتوسيكل يعني. والترك اللي هي الشاحنة. نيجي بقى لكويشن نمبر 4 بيقول I can drive my car at the of 100 كيلومتر بير اور، طبعا 100 كيلومتر في الساعة دي سرعة. طب سرعة يعني ايه هنا؟ يعني سبيد، لكن هنا سبيس يعني ايه مساحة او فراغ او فراغ او فضاء. وهنا هايت يعني علو ارتفاع. وويدز اتساع. نيجي بقى لكويشن نمبر 5 بيقول when they arrived at the hotel، يعني لما وصلوا الفندق they decided to its gardens، صمموا طبعا او قرروا ان هم ايه هنا disappear يعني يختفي. appear يعني يظهر. pull يعني يشد او يسحب. طب هنا ايه explore يستكشف. وفي نمبر 6 هنا بيقول he drinks much coffee، بيشرب قهوة كتير. he became to it، اصبح عنده هنا كده ادمان ليها. يعني ايه ادمان هنا؟ addicted، لكن expert هنا يعني خبير. followers يعني ايه follower؟ يعني تابع. scientist عالم. بعد كده خلصنا الكي فوكابلري بتاعت مين يونت
7، نروح بقى على الكي فوكابلري بتاع يونت 8. طيب نشوف كده مع بعضينا يونت 8 هنا ايه. بيقول لي سناك وجبة خفيفة، سبايسي يعني متبل، طب جوزي، جوزي هنا يعني مليء بالعصير، سويت حلو المذاق. طيب الدير برودكت، طب الدير برودكت هنا اللي هي المنتجات الألبان. طب البروتين يعني بروتين، وبونز عظام، انيوجوال غريب او غير مألوف، سميل يعني يشم رائحة، دايت يعني نظام غذائي، بالانسد متوازن. طب ادفايز نصيحة، طب ريزن سبب او مبرر، ريلاكس يعني يسترخي. طب نيجي بعد كده سولتي، سولتي هنا يعني مالح، انرجي يعني طاقة، allergic خد بالك من كلمة allergic يعني لدي حساسية من أكلات معينة، fast food وجبات سريعة، الريسيبي وصف الطهي، سنس حاسة، instructions تعليمات، fresh يعني طازج، test اللي هو يتذوق أو الطعم أو المذاق، conclusion يعني خاتمة، conclude يعني يختم أو يستنتج. طب بيبر، بيبر يعني فلفل. طيب كلمة سبانخ هنا بقى، سبينتش يعني ايه سبانخ. طب سويت بوتيتو يعني بطاطا. بعد ما خلصنا الجزء بتاع الكي فوكابلري نروح على طول على الجزء بتاع الاكسرسايز. وفي كويشن نمبر 1 هنا بيقول لي ايه، ووتر ميلون اند اورنجز ار. هتلاقي طبعا البطيخ اللي هو الووتر ميلون اند اورنجز، البرتقال من الفواكه طبعا اللي هي جوزي، جوزي يعني فيها عصير هنا، لكن سبايس يعني هنا متبل، وسولت مالح، وتستلس ملهاش مذاق يعني او طعم. نيجي بقى لكوشن نمبر 2 بيقول لي ايز ا سمول اماونت اوف فود، يعني كميه كبيره كميه صغيره من ايه، من الطعام. ايتن بتوين ميلز، بتتاكل طبعا بتوين ميلز بين الوجبات، هل هي السنيل اللي هو الحلزون، ولا سنيك ثعبان، ولا سناك، سناك وجبه خفيفه. تاخد بالك بقى من سنيك وسناك عشان هم شبه بعض. سموك هنا يعني دخان. نروح بقى لكويستشن نمبر 3 بيقول لي هي دازنت ايت اني كيكس، يعني ما بياكلش اي كيك، بيكوز هي از تو ناتس، يعني هو عنده allergic، allergic حساسيه بالنسبه للنص اللي هو ايه المكسرات. في نمبر 4 انا بيقول له اي دونت بوت اني سولت اون ماين، ما بحبش اي احط اي ملح. طبعا اي دونت لايك فود، هو كده ما بيحبش الاكل ايه السولتي المالح، لكن سويت يعني حلو المذاق، وجوزي يعني عصير، وبالانسد يعني ايه متوازن. في نمبر 5 هنا بيقول له وي نيد تو هاف ا سترونج بودي، طبعا احنا محتاجين هنا ايه عشان يكون جسمنا قوي، محتاجين حاجة اسمها ايه بروتينز، لكن فاتس دهون، وسنس يعني حاسة، وصلت ملح. فنمبر 6 هنا بيقول لي وي كول فود ذات ار ميد فروم ميلك، اي طعام مصنوع من اللبن، بنقول عليه هنا دير برودكتس، دير برودكتس يعني ايه منتجات البان، وسناك هنا يعني وجبة خفيفة، فاست فود طعام سريع، دايت اللي هو ايه النظام الغذائي. طبعا هنا ايه ديري برودكتس. تعال نشوف بقى كلمات يونت 9 بسرعة. في كلمات يونت 9 هنا بقى سيناري مناظر طبيعية أو منظر طبيعي، طيب سكريبت نص أو سيناريو، طب كوستيومز أزياء مناسبات خاصة، طب ميك اب اللي هو المكياج أو فن التجميل، طب شو والبست منها شود يعرض أو عرض، اكتنج اللي هو التمثيل، ميوزيكال انسترومنتس آلات موسيقية، طب كول هنا يعني رائع، كارتونز يعني رسوم متحركة، طب اوركسترا فرقة موسيقية، طب ميوزيشن موسيقار، راديو ريبورتر مراسل اذاعي، طب ديسابلد يعني عاجز او لديه اعاقة، طب كونسرت يعني حفلة موسيقية، براود فخور، انفيتيشن يعني دعوة، ريكويست طلب، اوفر يعني يعرض او عرض، اسكيب يعني يهرب. طب بالنسبة لباقي الكلمات عندنا سيم بارك، سيم بارك اللي هي ايه هنا اللي هي مدينة الملاهي. بعد كده سنشري يعني ايه كارن، وبعد كده فيو يعني رأي، سكالبشر اللي هو النحت او قطعة فنية منحوتة، وريكومند يعني يزكي او يوصي، بعد كده ريفيو، ريفيو هنا يعني مكان نقدي، بوتري يعني صناعة الاواني، الفخارية.
بعد كده طبعا ريفيو، ريفيو هنا على مقال نقدي. طب بوتري صناعة الألوان الفخارية. طب بورتري يعني صورة شخصية مرسومة. وندر، وندر هنا يعني يتعجب أو يتساءل. هايد يختبئ. طيب هج هنا يعني يحضن أو يحتضن. بلايند يعني أعمى أو كفيف. ديف يعني أصم. برايل يعني طريقة برايل للمكفوفين. أكشن حدث. ادفنشر فيلم، فيلم مغامرات. ستار يعني نجم او ممثل مشهور. ريفيور ناقد ادبي. انفايت يعني ايه يدعو. نيجي بعد كده كويشنز، الاسئله اللي موجوده طبعا معانا هنا في نمبر 1 بيقول له ماي سيستر لايكس بلينج ميوزيكال، طبعا هي بتحب تلعب ايه الات موسيقيه. يعني ايه الات هنا؟ اللي هي انسترومنتس. لكن كوستيومز هنا قلنا يعني ازياء، واكتس هنا يعني مشاهد، وشوز هنا يوضح او عروض. في نمبر 2 هنا بيقول له اي يو فيزيت ذا ايجيبشن ميوزيوم وين يو جو تو داون تاون، طبعا هنا بيقول له انا انصحك يعني او اثني عليك اللي هي ريكومند. في نمبر 3 هنا بيقول له اي كان توك تو ذا بيبل، يعني بيتكلم طبعا ايه مع الناس في الدراما كلاب اباوت. هيكون البينتنج الرسم ولا الدروينج؟ درونج الرسم، وبينتينج التلوين، ولا اكتنج التمثيل، معروفة كده اللي هي اكتنج تمثيل. لكن سيوينج هنا اللي هو طبعا ايه الحياكة يعني الخياطة. فنمبر فور هنا بيقول the children all were funny for the family party، الاطفال كلهم بيلبسوا طبعا funny ايه هنا، طبعا معروفة هنا اللي هي الكوستيومز، ازياء في الحفلات العائلية. في نمبر 5 what's your about the museum of Egyptian modern art، طبعا what's your ايه هنا، what's your ايه review ولا portrait ولا interview ولا view، طبعا هي review يعني مقال نقدي، مقال ايه نقدي. خلصنا unit 7 و 8 و 9، نروح على unit كام 10. اول حاجه طبعا معانا هنا لوز يعني واسع او فضفاض، ديسكريبشن يعني وصف، سايز يعني حجم او مقياس، ايج يعني عمر، ستايل يعني طراز او اسلوب، ديسكرايب يعني يصف، بورو يعني استعير، سوشيال اوكيجن مناسبات خاصه، انفايرمنت بيئه، كروبس محاصيل زراعيه، لكشري رفاهيه او فاخر او فخم، تشيست اوف دروز اللي هي خزانة ذات أدراج، برايس سعر، تشينجينج روم حجرة تغيير ملابس، فيت يعني يلائم أو يناسب. بعد كده عندنا تراي، تراي يقيس، يقيس الملابس. بعد كده طبعا استرايبت يعني مخطط، كلايميت يعني مناخ، تراديشنال يعني تقليدي، كاجوال يعني غير رسمي، كولورفول يعني ملون، سمارت أنيق أو مهندم، اندستري يعني صناعة، بيرفكت يعني مثالي او كامل، بيك يعني يقطف، يقطف سوفت ناعم، كاستمر يعني زبون، شوب كيبر يعني بائع في محل، بريري يعني جميل، يوسفول يعني ايه مفيد. نرمى بعدنا كده ليه للتشوز اهو الاكسرسايز. في نمبر 1 هنا بيقول له ان وينتر في الشتاء اي يوجوال وير هيفي ايه، برتدي هيفي ايه طبعا شيرت يعني ايه قميص، ترينرز حذاء، لكن ساندلز اللي هو الصندل، لكن جامبر هو ايه البلوفر. في نمبر 2 هنا بيقول لي يو هاف تو تشوز جود، لازم تختار ايه هنا طبعا جود ايه تو براكتس رانينج عشان تتدرب على الجري، طبعا هي ترينز قطارات، ترينز ادوار، ترينرز يعني احذيه، سليبرز قلنا يعني ايه هنا سليبرز يعني شباشب. طيب و question number 3 هنا بيقول لي is a plant عبارة عن نبات such as a fruit زي الفاكهة، رايس، الأرز، or wheat قمح، grown in large amounts to be sold or eaten، وده طبعا هنا بيتاكل أو يتباع، وده هنا كروب، كروب هنا يعني محصول، كروب يعني محصول، جروب مجموعة، planet يعني كوكب، بلين طيارة. فنمبر 4 هنا بيقول لي is a piece of jewelry يعني عايز يقول لك قطعة من القماء من المجوهرات، usually one of pair worn in ear or on an ear يعني بتتلبس طبعا في الأذن. هل هي الرنج الخاتم ولا النكلس العقد ولا البلت الحزام
ولا الايرنج، طبعا الايرنج اللي هو ايه الحلق. فنمبر 5 هنا بيقول له وات وود يو لايك، قال له لارج بليز. طب وات كولر لون، ولا وات سايز مقاس، نمبر عدد ماتيريال ماده خام طبعا سايز. في نمبر 6 هنا بيقول ساينتستس كان ميك ان لابوراتوريز، يعني كان ميك ايه هنا، يقدر يعمله هنا ايه، فيوتشر ولا كواليتي. فيوتشر يعني مستقبل، طب كواليتي يعني ماده خام او جوده، سوري جوده. طب وكيميكال اللي هي المواد الكيماويه. طب والاندستري اللي هي الصناعه. في نمبر 7 هنا بيقول زرار اللوف ان ذا سوبر ماركت از ريز سيل، طبعا هنا ايه، هنا يوجد كثير من ايه هنا الموجوده في السوبر ماركت زي كده، يكون عليها طبعا لما يكون في عروض او خصومات هتلاقي في ناس كتير واقفه. هل هي اوكيجنز مناسبات، ولا كونسرفيشن حفاظ، ولا كاستمر زباين، ولا باسنجر ركاب؟ طبعا هي ايه كاستمرز. خلصنا طبعا ايه كلامات الحاجة بتاع يونت 10. تعال نروح على يونت كام 11. يونت كام 11 اهو، يونت 11. طبعا اول حاجة معنا في الفوكابلري وايلد لايف، وايلد لايف يعني عن الحياة البرية. سولار بانلز الواح طاقة شمسية، نستول يعني يثبت او يركب، ريديوز يقلل او ينقص، ريبير يعني يصلح، ويند توربين يعني طبعا ايه اللي هي توربينات الرياح، بعد كده يوز يعيد استخدام، وبعد كده ايكويبمنت معدات، ملت يذوب او ينصهر، دروت يعني جفاف، درون طائرة طبعا بدون طيار، بعد كده كونسرفيشن يعني حفاظ او حماية، سوتبل يعني ملائم او مناسب، كيميكالز مواد كيماوية، تريب يعني رحلة قصيرة، فورست يعني غابة، فلتر يعني مرشح او مصفاة، اسكيري يعني مخيف، روك كلايمينج يعني تسلق الصخور، كورال ريفز اللي هي الشعاب المرجانية. وبعد كده نروح على طول على مين هنا، على سيف يعني يحافظ على او ينقذ، بوليوشن يعني التلوث، فلد فيضان، سيف يعني امن، انتنشنز يعني نوايا، ستورم يعني عاصفة، هابن يحدث، سوليوشن يعني حل، هانتر يعني صياد، سيستم يعني نظام، بكتيريا اللي هي البكتيريا، جرين سيستم نظام ملائم للبيئة، انفنت يعني يخترع، فولنتير متطوع، لاند اللي هي اليابس، سوت كيس يعني حقيبة، سنوركل يعني يغطس بأنبوبة التنفس، هوت اير بالونج اللي هي ايه ركوب منضد الهواء الساخن، بانجي جامبنج اللي هو القفز من مكان عالي بالحبال، ساند بوردنج اللي هو التزلق على ايه الرمال. خلصنا الجزء ده، تعال نروح مع بعضينا على الجزء بتاع مين الكي فوكابلري. في نمبر 1 هنا بيقول لي هنا ايه هانترز كيلز ديزرت انيمالز، الصيادين بيقتلوا طبعا الحيوانات الصحراويه. سو ذير از ماتش ليس ناو، عشان كده ما فيش ايه هنا وايلد لايف، وايلد لايف حياه بريه. اما في نمبر 2 بيقول له ار بلينز، عبارة عن طائرات ويز اوت بايلوتس، هي بدون طيار. ايه هي؟ اللي هي الدرونز. روكتس يعني صواريخ، روبوتس يعني انسان آلي، بوتس يعني مراكب. فنمبر 3 هنا بيقول لي ريز از ات هازنت ريند فور ا لونج تايم، يعني هي ما مضطرتش بقالها فترة طويلة، يبقى زريز ايه هنا دروت، دروت يعني ايه جفاف. فنمبر 4 هنا بيقول لي وي كان ذا بلاستيك بودلز اجين، طبعا حاجة اسمها اعادة تدوير او اعادة استخدام اللي هو ايه ريوز. ريوز يعني اعادة استخدام البلاستيك بودلز اللي هي ازاز البلاستيك مرة ايه اخرى. فنمبر 5 هنا بيقول لي ذا سنو از جوينج تو، طبعا التلج ايه اللي هيحصل له هنا، از جوينج تو ميلت يعني ايه يذوب. خلصنا يونت كام 11، نروح على يونت كام 12. في يونت 12 هنا بيقول لي هنا طبعا بيقول لي اول حاجه هنا learner يعني متعلم، mostly يعني في الاغلب او عموما، repair equal fix يصلح، choose يعني يختار، explain يعني يشرح، experiment يعني تجربه علميه، laboratory يعني معمل، بعد كده body language اللي هي لغه الجسد، eye contact يعني التواصل البصري، بعد كده facial expressions يعني تعبيرات الوجه، voice اللي هو الصوت، بعد كده sound هنا يعني ايه صوت شيء، copy هنا يعني ينسخ او يقلد، communicate يتواصل، multilingual يعني متعدد اللغات،
امبروف يعني يحسن او يتحسن، بلان يعني خطط او خطة، مانج يدير او ينظم، تايم تيبل يعني جدول مواعيد، الون يعني وحيد بمفرده، تشيك يعني يتأكد او يتحقق. نروح بعد كده على الجزء اللي بعد كده اللي هو ايه، فيوتشر بلانز يعني خطط مستقبليه، ديسابوينتد يعني محبط، براود يعني فخور، سامرايز يعني يلخص، باس يعني يجتاز او ينجح فيه، اتشيف يحقق انجاز، دريم حلم او يحلم، اكسبرت يعني خبير، دايلكت اللي هي اللهجه او لغه محليه، ناشونال يعني محل او قومي، ادفانتج مميزات، ايدنتيتي هويه، كونكت او كونكت يربط او يصل، كوميونيتي يعني مجتمع، انترناشونال يعني دولة او عالمي، بروكن يعني مكسور، كونكتد يعني متصل، اورجنايزد يعني منظم، سمر سكول مدرسة صيفية، سمر كورسس يعني مقررات تدريبية او صيفية، فولنتير يعني متطوع. خلصنا الجزء ده، نروح مع بعضينا على الجزء بتاع التشوز الاكسرسايز. بيقول لي some birds can sound. طيب هو بعض الطيور تقدر تعمل ايه هنا؟ تعمل حاجة زي كوبي كده. يعني ايه كوبي للاصوات؟ يعني هنا تنسخ الاصوات كده زي كده، ايه الباروت اللي هو البغبغان. في نمبر 2 بيقول لي the people in Cairo is different from those in upper Egypt. يعني عايز يقول لك اللغة اللي موجودة فين في القاهرة غير اللغة اللي موجودة فين في صعيد مصر اللي هي الدايلكت اللهجة. فنمبر 3 يقول لي when you talk to your parents use soft. لما تتكلم مع والديك استخدم soft كده voice، صوتك يبقى ايه ناعم، صوتك يبقى خشن يعني تغضب يعني. فنمبر 4 هنا بيقول you should first look at the baby's facial. لازم تبص للفيشل ايه بتاع البيبي، الاكسبريشنز اللي هي التعبيرات بتاع الوجه، لان البيبي مش هيتكلم طبعا. فنمبر 5 بيقول لي means a good thing about something. معناها كده ان حاجة كويسة عن شيء، ودي بيسموها الادفانتج. كلمة ادفانتج يعني ايه؟ يعني مميزات. تمام. طبعا في الفيديو ده احنا هنشرح مع بعضينا الكيفوكابلري، نلم كل حاجة عن الكيفوكابلري ونحل مع بعضينا كل الجمل اللي هي ممكن تجينا ايه تشوز. وهيكون في فيديو تاني طبعا هنشرح مع بعضينا الجرامر كله بتاع المنهج، وبرده الجمل بتاعته اللي هي ايه اللي تشوز. الكلام ده طبعا احنا واصلين لغاية يونت كام في الكتاب؟ لغاية يونت 15. تعال نروح مع بعضينا على باقي ايه الكيفوكابلري. يونت 7 اهو معاك، في كام؟ في بيج 39. بيج كام؟ 39. نطلع مع بعضينا كده 39 ونحل مع بعضينا ايه الجمل. في كويشن نمبر 1 بيقول لي means websites and apps، مواقع وتطبيقات ذات allow people to talk to each other، تسمح طبعا ليه للناس ان هي تتكلم مع بعضيها. ودي هنا السوشيال ميديا ولا انفورميشن معلومات ولا ادكشن ادمان ولا تكنولوجي؟ طبعا هي السوشيال ميديا. فنمبر 2 هنا بيقول لي if you enough money، لو انت طبعا معك فلوس كفايه، you should buy this mobile it's very cheap. طبعا if you have، طبعا لو انت معك فلوس يبقى if you have. question number 3 بيقول لي she handed me one so I could listen to. يعني هي ادتنا حاجة انا ممكن استمع ايضا. ايه هي؟ الهليكوبتر ولا الموتور بايك، الدراجة النارية ولا الهيدفون؟ طبعا الهيدفون اللي هي سماعات الاذن، وابل اللي هو التطبيق. في نمبر 4 بيقول sitting in the sun، الجلوس في الصن for half an hour me warmer، طبعا بيخليني او خليني طبعا دافيا. انا ديد ولا كيف ولا سنت ولا ميد؟ طبعا ميد مي يعني جعلني. نيجي بعد كده الكويشن نمبر كام، نمبر 5 بيقول لي in your opinion، طبعا هنا في رايك، what is the most important، اكثر حاجة مهمة، هل الموبايل فون or the plane، الطائرة؟ طبعا ده يعتبر هنا اختراع، هل هو invention اختراع ولا invitation دعوة ولا speed سرعة ولا shopping؟ طبعا هنا ايه invention اختراع. نمبر 6 هنا بيقول لي ايه، هنا بيقول لي do you think it's easy، هل تعتقد ان هو سهل جدا to from Arabic into English، ودي ترجمة من العربية للإنجليش، move stay translate، طبعا اللي جاب translate from Arabic into English. ف
فنمبر 7 هنا بيقول لي ايتينج ميني سويتس، يعني انت تاكل حلويات كتير. از باد يو، طبعا حاجه اسمها جود فور يو وباد فور يو. باد فور يو يعني سيئه ليك، مش حلوه ليك. فنمبر 8 بيقول ذا مانجر، اللي هو المدير، واز انجري، كان غضبان جدا. وين هي فاوند ذا تروس، هنا تاخد بريبوزيشن اوت، ودي معناها فاوند اوت. يعني ايه فاوند اوت؟ يعني اكتشف. فاوند اوت يعني ايه؟ اكتشف. نيجي بقى للكويشن نمبر كام؟ 9. بيقول لي هنا ايه؟ زي لاودلي وين زي زير فريند تولد زيم جوك، طبعا هنا قال لهم نكته. طب هم بيقوا ايه هنا؟ هل سليبت ناموا؟ سبنت قضى؟ انفنتد اخترع؟ ولا لافت؟ طبعا هي الاجابه ايه؟ لافت. بعد كده في كويشن نمبر كام هنا؟ نمبر 10. بيقول لي ديورنج كوفيد 19، خلال طبعا كوفيد 19 اللي هو طبعا ايه احنا كلنا عارفينه وكان مشهور، people at home to protect themselves، عايز يقول لك ان الناس قاعدوا في بيتهم عشان يحموا نفسهم. هل هي stayed ولا died ولا waited ولا save؟ طبعا هنا stayed، وكلمة stayed يعني بقوا او ايه مكسوا. طبعا احنا مش هنحل مع بعضينا الصفحة اللي بعديها اللي هي بتاعي الجرامر، هنروح على الفوكابلري على طول في يونت كام؟ 8. والكلام ده بيج كام؟ 40. في 40 انا بيقول لي هنا ايه؟ it was not easy for him، ما كانش طبعا من السهل عليه to join the school team، طبعا هنا ان هو ايه يلتحق بالزاسكول. هنا athletics ولا allergic ولا testis ولا athlete؟ طبعا athletics اللي هو ايه فريق الالعاب، طبعا ايه هنا الالعاب اللي هي الاولمبيات والحاجات دي يعني كده، او العاب القوى. في نمبر 2 بيقول له I like that cake it was، هو حب الكيكة دي لانها كانت ايه معروفة delicious يعني لذيذة، لكن terrible مزعجة fast سريعة يعني energetic يعني كلها حيوية. football is very all over the world، كرة القدم هي لعبة محبوبة، هل هي juicy ولا popular ولا spicy ولا dairy؟ طبعا هي ايه popular. في نمبر فور هنا بيقول لي هنا هي doesn't enjoy eating foods، يعني هو ما بيستمتعش باكل الاطعمة الايه النايس ولا الديليشس ولا التست ولا سبايسي، طبعا السبايسي. في نمبر فايف بيقول لي it's healthy to eat products، products اللي هي ايه البرودكتس اللي هي المنتجات، منتجات ايه هنا؟ هل هي الدايري ولا الديري؟ هي الدير اللي هي المنتجات الالبان. طب هنا دايري، دايري يعني مفكرة يومية، يعني انت تكتب فيها كل يوم، ايزي سهل. انهبي يعني غير سعيد. في نمبر 6 هنا بيقول having something that makes you ill، حاجة تخليك عيان when you eat، لما تاكلها or touch it او تلمسها it means، معناها كده ان انت allergic، و allergic هنا يعني عندك حساسية. طبعا athletic يعني رياضي، horrible يعني فظيع، special يعني خاص. نمبر 7 بقى eating vegetables and fruits make you healthy، طبعا ان انت تاكل ايه هنا salt ولا هنا dairy ولا fresh، طبعا fresh اللي هي الفواكه الطازج والخضروات الطازجة بتخليك طبعا healthy. في نمبر 8 هنا بيقول he dropped his mobile، يعني وقع من التلفون بتاعه، it was broken يعني انكسر. وهنا unfortunately، كلمة unfortunately هنا يعني لسوء الحظ. في نمبر 9 بيقول له you should eat healthy food، لازم تاكل طعام صحي to get the you need، عشان تحصل على الطاقة اللي انت محتاجها اللي هي ايه energy. في نمبر 10 بيقول لي we with our noses، طبعا noses يعني الانف، هل تست يعني تزوج بالانف ولا touch نلمس ولا hear نسمع ولا smell؟ طبعا هي ايه smell. طبعا ده هنا كده الجرامر بتاع يونت كام؟ يونت 8. مش هنحل طبعا حاجة، هنروح على الفوكابلري على طول في يونت كام؟ 9. والكلام ده بيج كام هنا؟ اللي هو بيج 42. 40 كام؟ 2. احنا طبعا هنحل مع بعضينا الجزء اللي هو الفوكابلري كله على بعضيه، ونعمل فيديو خاص لمين؟ للجرامر لوحده، عشان نقدر نميز بين الفوكابلري ومين الجرامر.
في نمبر 1 هنا بيقول لي ماياز فيفرت هوبي از السينري. طيب سيفينج ولا ريدينج ولا بينتينج ولا بلاينج؟ هي حاجة اسمها بينتينج السينري، يعني ايه؟ يلون مشاهد طبيعية او مناظر طبيعية. فنمبر 2 بيقول لي it took her a long time to be able to costumes، يعني خد منها فترة كبيرة جدا ان هي تعمل ايه هنا، ان هي تخيط الزي او الازياء بتاع المناسبات اللي هي سيو. سيو هنا يعني ايه؟ يخيط. هنا نيجي بعد كده للجملة اللي بعد كده في نمبر 3. في نمبر 3 هنا بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي the things that happen in a film are called، الاشياء اللي بتحصل في الفيلم هنا بيسموها ايه هنا؟ actions ولا pottery ولا portrait ولا information؟ طبعا هنا عندنا actions لان pottery صناعة الالوان الفخارية، و portraits يعني لوحة فنية، و information معلومات. طيب تعالى نروح على بعد كده اللي هي number 4. بالنسبة بقى لي question number 4 بيقول له when he scored his third goal اللي هو الهدف التالت he was، طيب شعر بايه هنا؟ طبعا المفروض هي excited يعني ايه؟ متحمس مبسوط، لكن poor هنا يعني متضايق، sad يعني حزين، polite يعني ايه؟ مهذب. في number 5 هنا بيقول لي in the museum I saw a wonderful، يعني في المتحف شافي هنا script نص ولا scenery منظر ولا description وصف ولا portrait؟ هي portrait يعني لوحة فنية هنا. اما في نمبر 6 بيقول له I asked my older brother، يعني طبعا سألت اخويا الكبير to me a musical instrument عشان يوصف لي او يثني علي ان انا اجيب آلة موسيقية هنا، خدناها اللي هي recommend me. تيجي بقى لكويشن نمبر 7 بيقول له tourists visit Egypt because it's famous it's ancient art، هي طبعا famous بتاخد preposition for يعني مشهور بي، تاخدوا بالكم منها. نيجي بعد كده لكويشن نمبر كام؟ نمبر 8 بيقول I'm interested playing instruments، طبعا بتاخد preposition in يبقى interested in. نيجي بقى لكويشن نمبر 9 بيقول you don't need to pay for this pen، يعني انت مش محتاج ان انت تدفع لهذا القلم. it's معروفة طبعا هي ايه؟ free، free يعني مجاني من غير فلوس. اما في نمبر 10 بيقول I think it was a nice story، يعني قصة كانت جميلة جدا، so I recommend it، طبعا recommend verb ing reading على طول. طبعا مش هنحل مع بعضين الجرامر بتاع اليونت الكلام ده، طبعا هبج كام 42، هنروح مع مين على طول؟ على الكي فوكابلري بتاع ايه؟ يونت 10. في يونت 10 طبعا اول حاجة معانا هنا هو نمبر 1 بيقول لي it's a beautiful jacket، يعني جاكيت جميل جدا، يو لوك فيري، طبعا انت هنا فيه ايه؟ هل سترينج غريب ولا سمارت يعني انيق ولا اللونج طويل ولا انتليجنت ذكي؟ هي سمارت. في نمبر 2 بيقول له I cover my bed with a nice made of linen، طبعا هنا شيت، وشيت هنا يعني ملايه مصنوعه من ايه؟ من الكتان. في نمبر 3 بيقول do you like wearing modern or clothes، يعني هل انت بتحب تلبس ملابس smart ولا comfortable ولا long ولا traditional؟ هنا عايز يقصد يقول له traditional clothes يعني ملابس تقليدية. اما في نمبر 4 بيقول لي heavy clothes ملابس الثقيلة help you in winter to warm، يعني هنا to keep warm يعني ان انت تكون دافيان. يعني نمبر 5 هنا before going to the club، قبل الذهاب الى النادي I wear my، يلبس هنا الترينرز بتاعه. تعال نشوف مع بعضينا كده مع بعضينا question number 6. Egypt is famous all over the world for its good، it is an important crop، محصول مهم جدا. هل محصول ايه بقى؟ اللي هو القطن، قطن هنا يعني القطن. في نمبر 7 بيقول لي people often wear some clothes for occasions as wedding or festivals، ودي حاجة اسمها special occasions يعني مناسبات خاصة زي الزواج وزي الاحتفالات. اما في نمبر 8 بيقول لي before buying any clothes، قبل طبعا ما تشتري اي ملابس you should try them on in the room،
لازم تروح تقيسهم في حجرة ايه ال changing room اللي هو تغيير الملابس. اما في نمبر 9 بيقول له women usually wear to protect their hair، بيلبسوا ايه عشان يحموا شعرهم اللي هو ال head scarves اللي هي الحجاب. اما في نمبر 10 بيقول له shoes و bags and pills، طبعا الأحذية والشنط والأحزمة are often made of، كلها بتبقى مصنوع من ايه هنا الليزر، الليزر اللي هو الجلد المدبوغ. طبعا في بيج كام هنا، بيج 44، ده الجرامر بتاع اليونت، هنخليه طبعا للفيديو بتاع الجرامر. تعال نشوف مع بعضنا يونت 11 على طول. بيقول in your opinion في رأيك is Omar suitable this job، طبعا suitable for يعني مناسب لي. اما في نمبر 2 هنا بيقول لي you should put in the pen، طبعا you should put ايه in the pen، بين هنا يعني سلة قمامة او مهملات هتحط فيها هنا الرابش. كورال ريفز يعني شعاب مرجانية، وايلد لايف حياة برية، سولار بانلز يعني ايه الواح طاقة شمسية. اما في نمبر 3 بيقول لي to means to put equipment somewhere so it's ready to be used، يعني هنا بيقول لك هنا ايه تو هنا ايه means معناها ان احنا نحط المعدات في مكان ما عشان تكون جاهزة للاستخدام، ودي هنا to install، install يعني يثبت. اما فول يقع reuse عادة استخدام، reduce يقلل. وفي number 4 بيقول لي my mobile تليفوني doesn't work، مش شغال، so I ask someone to it، يعني هنا طلبت من شخص ان يصلحه، يبقى ريبير، ريبير يصلح. ريسايكل يعني اعادة تدوير، ريبيت يعني يكرر، ريبلي يعني يعيد. فنمبر 5 هنا بيقول our science teacher، المدرس الساينس told us، اخبرنا that it's important، مهم جدا to a lot of trees to save the environment، عشان نحن نحمي البيئة. طبعا طلب مننا ايه هنا plant، وplant يعني يزرع، لكن قط يقطع، damage يعني يتلف، flood يعني فيضان. فنمبر 6 هنا بيقول the word اللي هي كلمة lend يعني ايه هنا يسلف، عكسها ايه هنا اللي هي borrow، lend يدي لكن borrow ياخد. نيجي بعد كده question number 7 بيقول لي he refused to take part the race، طبعا هنا تاخد preposition in، ومعناها take part in يعني participated in او participate in يعني يشارك فيه. number 8 بيقول لي scientists think that the climate change، يعني العلماء بيعتقدوا ان التغير المناخي will many problems for the environment، يعني هيسبب، يبقى هنا cause many problems، يسبب مشاكل للبيئة. في نمبر 9 بقى بيقول لك people should not use chemicals، الناس لا يجب ان يستخدموا طبعا مواد كيماوية because they the environment، لان الحاجات دي طبعا بتلوث هنا اللي هي بوليوت. بعد كده هتروح على question number كام، number 10 بيقول لي هنا ايه are used to produce electricity، بتستخدم طبعا عشان تنتج طاقة، ايه هي اللي هي solar panels، طاقة اللي هي الالواح الشمسية، لكن climate changes تغيرات مناخية. طب وكورال ريفز يعني اللي هي الشعاب المرجانية، وموبايل فونز عارفينها تليفونات. ده الجرامر بتاع اليونت. هنروح على يونت 12 اخر حاجة معانا. في يونت 12 طبعا هنا في نمبر 1 بيقول لي if you don't understand the lesson، لو انت مش هتفهم درس you should ask your teacher to it again، تطلب من المستر ان هو يشرحه لك مرة تانية، يعني يشرح هنا explain، study ذاكر، believe يعني يصدق، recycle يعني يعيد تدوير. فنمبر 20 بيقول the opposite of the word fail، عكس كلمة fail هنا يسقط او يفشل، هي pass يجتاز. بعد كده في question number كام، number 8 number 3 sorry، بيقول I listen carefully، يعني أنا أستمع بحرصة to my teacher and write down، وأسجل حاجة اسمها notes الملاحظات. number 4 بيقول one of the mobiles is to use it everywhere، واحدة طبعا من فوائد طبعا التليفونات ان انت تقدر تستخدمها في كل مكان، ودي اسمها advantages يعني مميزات. في number 5 بيقول do you what she said I don't think she sells the truth، يعني هل انت مصدق اللي هي قالته؟ انا ما بصدقش هي
اي حاجه بتقولها، يبقى do you believe what she said. اما في نمبر 6 هنا بيقول لي to get better، عشان خاطر طبعا ان انت تبقى كويس at something، في شيء means to، معناه ان انت to هنا ايه improve، to هنا ايه improve يعني ايه تحسن تتحسن. في نمبر 7 هنا بيقول لي when they lost the final match، يعني خسر خسروا طبعا الماتش النهائي، زي وير هيكونوا مبسوطين يعني؟ لا طبعا هنكون طبعا disappointed ايه، لكن دي طبعا pleased مبسوط happy فرحان interested يعني مهتم. وفي نمبر 8 هنا بيقول لي هنا ايه بيقول لي if you want to get high marks، لو انت عايز تحصل على درجات نهائيه you should study timetable. طبعا هنا you should، هل do ولا listen ولا save ولا make؟ طبعا هي الإجابة هنا هي make a study time table، يعني تعمل ايه هنا جدول مذاكرة هنا. بعد كده في question number 9 بيقول لي هنا ايه the boy was afraid، يعني خايف جدا of his father's facial ايه when he was angry، يعني كان غضبان من الاكسبريشنز التعبيرات بتاع وش مين باباه. بعد كده طبعا هي الجملة رقم نمبر 10 بيقول له do you agree him or not، طبعا هل انت متفق معاها او لا. هي agree تاخد preposition with معناها ايه agree with، يتفق مع. طبعا دي كل حاجة كانت موجودة معانا على الكي فوكابلري لغاية كام بيج 47، صفحة كام هنا 47 كده. طبعا في الفيديو اللي معانا ده لمينا كل الكلمات المهمة الموجودة على المنهج، وحلينا كل جمل اللي تشوز اللي هي المتوقعة، وان شاء الله في الفيديو الجاي القادم هنشرح فيه الجزء بتاع الجرامر اللي هي القواعد، ونحل برضو عليه الجمل اللي هي ايه بتاعته الخاصة فين في المنهج. اتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو. Thank you. Goodbye.